لك التاني مرة وفي أسبوع واحد اتحاد الكرة بيكشف عن اجتماع جديد مع كلاتنبرج في حضور رابطة الأندية. كبرتوها يا جماعة. اتحاد الكرة هيجتمع مرة تانية بكلاتنبرج وفي كل مرة بيعلن عن الاجتماع ده. هل اتحاد الكرة محتاج يعلن عن اجتماع مع أحد موظفيه كل أسبوع؟ العادي إنك بتجتمع وبتشوف الشغل ماشي إزاي وبس. طيب وهو إيه اللي حصل في أسبوع علشان يبقى فيه اجتماع جديد؟ وهل اللي مسؤول يطور التحكيم بيطور يوم بيومه؟ أكيد لا. الخلاصة اتحاد الكرة بينفض إيده من التحكيم وبيقول لأي حد بيشتكي حاضر من عينيا هنقعد معاه ونعرفه غلط. هو في كده؟